بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تحدثنا في المحاضرات السابقة عن ماهية القانون التجاري ومن هم طائفة التجار وعن نشأة القانون التجاري في المملكة العربية السعودية، نتحدث في هذه المحاضرة عن الأنواع المختلفة للشركات. فنلاحظ أن هناك أشكالا متعددة من الشركات التجارية، فلدينا شركات الأشخاص ثم شركات الأموال وشركات مختلطة، وتندرج تحت كل منها عدة أفرع وأنواع أخرى متعددة سنتعرض لها إن شاء الله بالتفصيل في هذه المحاضرة. والآن البداية مع شركات الأشخاص. شركات الأشخاص تتميز بأنها عادة ما تكون شركات صغيرة نوعا ما، وتتألف من عدد من الشركاء. هؤلاء الشركاء غالبا لم يدخلوا في هذه الشراكة إلا لوجود قرابة بينهم أو صداقة بينهم أو علاقة تتميز بالثقة المتبادلة فيما بين هؤلاء الشركاء. فلشركات الأشخاص عدة أنواع أو عدة أفرع، هي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة. ونبدأ في التفصيل بشركة التضامن. هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين في أموالهم عن جميع ديون الشركة. فمن اسمها تضامن، أي أن الشركاء متضامنين للوفاء بالتزامات الشركة. من خصائص هذه الشركة لا يجوز انتقال حصة الشريك فيها إلى الغير أو حتى للورثة. لا يجوز انتقال حصة الشريك، حصة المالك في هذه الشركة إلى الغير أو للورثة. ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر، يعني كل الشركاء في هذا النوع من الشركة يعتبرون ويصنفون بصفة التجار. من اسمها تضامن، أي أنهم متضامنون جميعا ومسؤولون عن ديون الشركة، فهناك مسؤولية تضامنية مطلقة للشركاء عن ديون الشركة. فبالتالي إذا كان هناك ديون لهذه الشركة للغير، فيجوز للشخص الذي يطالب هذه الشركة بالأموال أن يجوز له أن يطالب جميع الشركاء أو أحد الشركاء بها، ولا بد أن يوفوا بها حتى لو من أموالهم الخاصة. ومن الخصائص لهذه الشركة أيضا أنه يدخل اسم الشريك في عنوان الشركة. فنظاما في نظام وزارة التجارة مثلا، يشترط النظام أن يكون اسم الشركة من اسم واحد من الشركاء أو أكثر، مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة تضامن. فأحيانا تلاحظ في بعض المحلات التجارية مثلا شركة فلان الفلاني شركة تضامنية مثلا، فهذا دليل وإشارة أن هذه الشركة هي نوع من شركات التضامن. ليتم تكوين شركة التضامن حسب النظام، هناك حد أدنى للشركاء، فيجب أن لا يقل الحد الأدنى للشركاء عن 2، ولكن لا يوجد حد أقصى، من الممكن أن يصلون إلى 100 شخص. فهذه في الشركات، وغالبا أنها شركات صغيرة فلا يكون عدد الشركاء فيها كبير جدا. لا يوجد حد أدنى ولا حتى أعلى لرأس المال، على عكس باقي الشركات الأخرى التي سنتعرض لها بعد قليل إن شاء الله. فمن الممكن أن يكون رأس المال أي مبلغ قل أو كثر، ولا يجوز أن يقدم أحد الشركاء حصته بالعمل. سنرى في بعض الشركات في الدقائق القادمة أن يجوز أن يكون إسهام بعض الشركاء في العمل التجاري عن طريق عمله وخبرته فقط، أي من غير أن يدفع رأس مال. أما في هذا النوع من الشركات لا يجوز ذلك، ولا بد أن يدفع كل شريك حصته من رأس المال نقدا. ويحظر على هذه الشركة ممارسة أعمال البنوك والتأمين أو استثمار وتوظيف الأموال لحساب الغير. فهذا النوع من الشركات نعم هو شركة تجارية، ولكن لا يجوز له القيام بأعمال المصارف، الآن ننتقل للنوع الثاني من شركات الأشخاص، وهي شركة التوصية البسيطة. شركة التوصية البسيطة هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، شركة فيها فريقان من الشركاء. الفريق الأول يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، مثل النوع الأول التي تعرضنا له قبل قليل، أن هناك شخص مسؤول بالكامل في أمواله حتى الخاصة عن ديون الشركة. وهناك فريق آخر فيه على الأقل شريك واحد موصي، من اسمه توصي فهو يوصي،
ويكون مسؤولا عن ديون الشركة ليس في كامل أمواله، ولكن فقط بقدر مشاركته في رأس المال، فقط بقدر حصته في رأس المال. إذا من هذا التعريف نستقي أو نتعرف على الخاصية الأولى من خصائص هذه الشركة، أن لدينا فريقان من الشركاء. هناك شركاء متضامنون مثل النوع الأول من الشركات، من شركات الأشخاص، وهناك شركاء متضامنون لهم نفس المركز القانوني للشركاء المتضامنين في شركة التضامن، فهم مسؤولون بالكامل عن ديون الشركة حتى في أموالهم الخاصة. وفي الفريق الثاني شركاء موصون، لاحظ شركة توصية فهناك شركاء يوصون، فهؤلاء شركاء موصون ومسؤولون في فقط عن ديون الشركة فقط في حدود مساهمتهم في رأس مال الشركة. أنا سهمت في رأس مال الشركة ب10%، إذا أنا مسؤول عن 10% من ديون الشركة فقط. أنا سهمت بنصف رأس المال فأنا مسؤول عن نصف ديون الشركة وهكذا. وهؤلاء الفريق الموصي لا يكتسبون صفة التاجر بمجرد انضمامهم للشركة، ولا يتدخلون حتى في أعمال إدارة الشركة الخارجية، فهم فقط يقدمون التوصيات ويساهمون برأس المال. لا يجوز انتقال حصة الشريك، فحصة الشريك المتضامن أو الموصي لا يجوز انتقالها إلى أحد إلا إذا وافق جميع الشركاء، إلا إذا وافق جميع الشركاء، ولا بد أن هذا الانتقال يعني يستوفي جميع الشروط التي نص عليها عقد هذه الشركة والشروط اللي وافق عليها كل الشركاء. بالنسبة لاسم الشركة، بالنسبة لاسم الشركة لابد أن يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ولا يجوز أن يتضمن اسم الشركة اسم أحد الشركاء الموصين، اسم أحد الشركاء الذين يوصون للفريق الثاني، وإلا اعتبر قانونا أنه شريك متضامن وبالتالي يصبح مسؤول عن جميع ديون الشركة في حتى في أمواله الخاصة. وإحنا قلنا أنه الشريك الموصي ليس مسؤول عن جميع ديون الشركة، وإنما فقط عن ديون الشركة بقدر حصته من مساهمته في رأس المال. فبالتالي طالما هو شريك موصي لا يجوز أن يدخل اسمه في اسم الشركة. لا يكتسب الشريك الموصي، الخاصية الرابعة، لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر على عكس الشركاء المتضامنين، على عكس الفريق الأول. الفريق الأول يكتسبون جميعا صفة التاجر، إنما الشريك الموصي فلا يكتسب صفة التاجر. وأخيرا الشريك الموصي فقط يساهم بقدر حصته في رأس المال، يساهم في سداد ديون الشركة. زي ما قلنا طالما أنت ساهمت فقط ب20% من رأس مال الشركة فأنت مسؤول فقط عن 20% من ديون الشركة، وبالتالي إذا أفلست الشركة هذا لا يعني بالضرورة إفلاس الشريك الموصي، لأنه لم ندخل حتى إلى أمواله الخاصة أو طالبناه بجميع ديون الشركة، وإنما فقط بقدر مساهمته في رأس المال. الآن الشكل الثاني من الشركات التجارية وهو شركات الأموال، ولها نوع مشهور جدا ومعروف جدا لدى الجميع وهو شركة المساهمة. شركة المساهمة، الشركة المساهمة هي الشركة التي يقسم رأس مالها إلى أسهم، من اسمها مساهمة فهناك أسهم. هذه الأسهم تكون متساوية القيمة وقابلة للتداول دون قيود، ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا بقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها وفي حدودها فقط، ولا يجوز أن يقل فيها عدد الشركاء عن 5. إذن شركات المساهمة لها، حتى شركات المساهمة لها عدة أنواع. يعني لاحظ لما نتكلم عن شركات المساهمة الكبيرة المطروحة للاكتتاب العام، لما نتكلم عن شركة سابك، نتكلم عن شركة الصحراء للبتروكيماويات وغيرها، هذه شركات طرحت أسهمها للاكتتاب العام، فهنا عدد المساهمين فيها كثير جدا، قد يصل إلى مئات الآلاف. لكن هناك أيضا شركات مساهمة لم تطرح للاكتتاب العام، فهي لدينا أشخاص، عدد من الشركاء لا يقلون عن 5، ساهم كل شخص فيهم بحصة من رأس المال وكونوا هذه الشركة اللي هي شركة المساهمة، ولكل وقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة. مثلا 50,000 سهم، قيمة السهم الواحد مثلا 15 ريال، فهذه الشركة تسمى شركة مساهمة. من هذا التعريف أيضا نتعرف على الخصائص. فأولا تقوم شركة المساهمة على الاعتبار المالي، وبالتالي ينتفي فيها الاعتبار الشخصي، يعني أنه إذا مات أحد الشركاء، إذا مات أحد المساهمين
إذا مات أحد المساهمين في هذه الشركة فلا لا يحصل شيء للشركة، لا يتم إغلاق الشركة ولا يتم حلها ولا يحصل أي شيء، ولا يتم الحجر على هذا على هذه الشركة أو حتى إعلان إفلاسه، كل هذا لا يؤثر على الشركة نهائيا لأن هناك أسهم، ومن هذه الأسهم كون رأس المال. ولاحظوا الآن خصائص رأس المال. رأس المال في الشركة المساهمة ينقسم إلى أسهم عديدة، كل سهم كل الأسهم متساوية في القيمة، كل الأسهم متساوية في القيمة وأيضا قابلة للتداول، أنت تستطيع أن تشتري وتبيع في هذه الأسهم، صحيح؟ وكل اتفاق يحرم الشريك مطلقا من حقه في التنازل عن أسهمه يكون باطلا، حتى لو كتب ونص في العقد ووقع ووافق عليه أن الشريك لا يحق له التنازل عن أسهمه، هذا اتفاق يعتبر باطل ولاغي حتى في عين المحكمة. لا يجب أن لا يقل رأس المال في الشركة عن 10 ملايين ريال، هذا إذا طرحت أسهمها للاكتتاب العام. إذا طرحت أسهمها للاكتتاب العام، يعني لاحظ شركة الصحراء، شركة معادن، شركة دار الأركان العقارية وغيرها، هذه كلها رأس مالها لا يقل عن 10 ملايين ريال، أكيد رأس مالها أكثر من ذلك بكثير، ولكنه في متطلب من الجهات النظامية لدينا أنه إذا طرحت الأسهم للاكتتاب العام، يعني يجوز لأي شخص أن يأتي ويشتري أسهم، يجب أن لا يقل عن 10 ملايين ريال. أما إذا كانت مساهمة مغلقة، مساهمة مغلقة يعني لم تطرح للاكتتاب العام، يعني فقط المؤسسين، فقط الشركاء الأساسيين هم الذين ساهموا برأس المال، فإذا كانت مساهمة مغلقة يجب أن لا يقل رأس مال الشركة عن 2 مليون ريال، عن 2 مليوني ريال سعودي. وعند تأسيس الشركة يجب أن لا يقل المبلغ الذي تم دفعه فعليا من رأس المال أقل من نصف الحد الأدنى، أقل من نصف الحد الأدنى. يعني جيت تبغى تأسس شركة مساهمة، لديك 5 أو 10 شركاء وأكثر، وعندكم رأس مال لا يقل عن 2 مليون، هذه مساهمة مغلقة، فلا يجب أنه تدفعون على الأقل عند تأسيس الشركة 1 مليون ريال، هذا هو الحد النصف الحد الأدنى. وأخيرا يجب أن لا تقل قيمة السهم عن 10 ريالات، قيمة السهم، وإحنا قلنا رأس المال يقسم إلى حصص، فيجب أن لا يقل قيمة السهم الواحد عن 10 ريالات. من ضمن الخصائص أيضا أن الشركاء مسؤوليتهم محدودة. كيف محدودة؟ زي ما رأينا في شركة التوصية البسيطة أنه مسؤول فقط بقدر مساهمته في رأس المال عن ديون الشركة، ساهم ب20% هو يكون مسؤولا عن 20% فقط من رأس المال. ومن الخصائص كما رأينا الآن أن هناك حد أدنى لعدد الشركاء، على عكس شركات الأشخاص اللي وجدنا أنه فيها لا يوجد بعضها لا يوجد فيها حد أدنى ولا حد أعلى، إنما هنا لدينا حد أدنى لعدد الشركاء. لابد أن يرتبط اسم الشركة بالغرض من الشركة، لابد أن يرتبط اسم الشركة بالغرض من الشركة. لاحظ مثلا شركة الصحراء، مكتوب شركة الصحراء للبتروكيماويات. لاحظ مثلا شركة سابك، اسم شركة سابك الشركة السعودية للصناعات الأساسية، شركة دار الأركان العقارية. فالغرض الأساسي للشركة خلينا نقول البزنس ومجال العمل اللي تشتغل فيه الشركة غالبا يكون مشار له بطريقة أو بأخرى في اسم الشركة، ولا يجوز أن يشتمل اسم الشركة على اسم أي شخص إلا في حالات نادرة جدا. الأول إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، يعني الشركة قائمة أصلا على اختراع وبيع منتج اخترعه شخص ما، وهذا فقط في هذه الحالة يجوز أنه يشتمل اسم الشركة على اسم الشخص، ما هو واجب ولازم ولكن يجوز. وإذا تملك الشرط الثاني أو الحالة الأخرى أنه إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما للشركة، تملكت الشركة المساهمة مؤسسة تجارية كان فيها اسم شخص وصار اسم المؤسسة هو اسم الشركة كذلك، وهذه لاحظوا أن الحالات هذه تعتبر نادرة في الحقيقة. حتى يتم تأسيس شركة المساهمة هناك عدة حالات وعدة شروط وعدة اعتبارات. فبداية، من هو
المؤسس، من هم المؤسسون لهذه الشركة؟ هم الشركاء طبعا، وهو كل شريك وقع عقد الشركة المساهمة أو طلب الترخيص بتأسيسها أو قدم حصة عينية عند التأسيس أو اشترك فعليا في تأسيس الشركة. فالمؤسس هو الشخص الذي أصلا يعني جاء بفكرة الشركة وساهم برأس المال ووقع العقد لتأسيس الشركة أو طالب يعني سعى في الإجراءات النظامية لتأسيس هذه الشركة. فالمؤسس مؤسسو الشركات المساهمة قد يكونون أشخاص عاديين طبيعيين، وقد يكونون شركات أخرى، وقد تكون الدولة كذلك. الدولة مثلا لها حصة في شركة سابك، فهي تعتبر من المؤسسين لأحد شركات سابك، لشركات سابك. مثلا شركة التصنيع هي من المؤسسين لبعض الشركات الأخرى، لبعض الشركات المساهمة، وغيرها من الأمثلة الكثيرة. الحد الأدنى لعدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة يجب أن لا يقل عن 5، لا يوجد حد أقصى طبعا، لأنه لاحظ مثلا شركة مطروحة للاكتتاب العام عدد المساهمين فيها كثير جدا، ولكن احنا نتكلم الآن هنا عن الشركاء المؤسسون، عن الشركاء المؤسسين. فهؤلاء الشركاء الذين أسسوا الشركة وأتوا برأس المال الابتدائي لهذه الشركة. وطبعا لا يجوز أن يؤسس الشركات المساهمة موظفا عاما، يعني موظفا حكوميا، كما رأينا سابقا أنه لا يجوز للموظف الحكومي أن يمتلك سجل تجاري مثلا. في حال كون الشركة تحت إجراء التأسيس، فالمؤسسون يكونون مسؤولون بالتضامن في مواجهة الغير عن جميع تصرفاتهم التي قاموا بها لحساب الشركة. يعني ما زالت الشركة في طور التأسيس، أنتم يا مؤسسي الشركة مسؤولون بالكامل عن جميع التزامات الشركة، عن جميع القضايا التي ترفع على الشركة من ديون والتزامات وغيرها. وبعد تأسيس الشركة تنتقل جميع التصرفات التي قام بها هؤلاء المؤسسون إلى حساب الشركة، تنتقل إلى ذمة الشركة، وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها هؤلاء المؤسسون خلال فترة التأسيس. ففي طور التأسيس الشركاء هم المسؤولون، والمؤسسون هم المسؤولون عن جميع التزامات الشركة وجميع تعاقداتها وديونها. مجرد أنه يتم تأسيس الشركة ويصدر عقد وقرار تأسيس الشركة ويوافق عليها من الوزير ومن الجهات النظامية، الآن تنتقل كل هذه التصرفات إلى الشركة، لأنه الشركة أصبحت يعني ذات مستقلة، ولها يعني ولها حتى كيان قانوني مستقل، تستطيع أن ترافع الشركة باسمها في مواجهة الغير. فكل هذه التصرفات تنتقل إلى الشركة. الآن كيف يتم إدارة الشركة المساهمة؟ كيف تتم إدارة الشركة المساهمة؟ هناك 3 جهات، وأحيانا تسمى 3 هيئات، ولكن هناك 3 جهات أساسية مسؤولة عن تسيير أعمال الشركة المساهمة. فأولا لدينا مجلس الإدارة، ما في شركة مساهمة إلا وعندها مجلس إدارة. اكتب في شركة الصحراء للبتروكيماويات، اكتب أعضاء مجلس الإدارة في موقع جوجل، وستتعرف على أعضاء مجلس الإدارة فيها. لاحظ شركة سابك، شركة التصنيع، شركة معادن، شركة سبكم، جميع الشركات هذه لديها، هي شركات مساهمة وطبعا لديها مجلس إدارة. فمجلس الإدارة هو الذي يتولى اتخاذ القرارات الجوهرية، وهو الذي يتولى الإدارة الفعلية للشركة. حتى من أي يعني كيف يتم تشكيل مجلس الإدارة؟ يتكون مجلس الإدارة من المساهمين أصحاب رأس المال الذين تعينهم الجمعية العامة العادية، وسوف نأتي على ذكر الجمعية العامة العادية بعد قليل. فهناك هيئة أخرى وجهة أخرى تسمى الجمعية العامة، تتكون من جميع المساهمين. هؤلاء المساهمون يصوتون على من يتم تعيينه في مجلس الإدارة. نظام الشركة يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة، ولكن النظام الرسمي في الدولة يقول يجب أن لا يقل عددهم عن 3، ولكن قد يعني يجوز لنظام الشركة أن يقول أنه والله نكتفي ب3 أو نكتفي ب5 أو نكتفي ب10 فقط، ولكن النظام يقول لابد أن لا يقلوا عن 3. هؤلاء الأعضاء في مجلس الإدارة لهم مدة عضوية يجب أن لا تتجاوز 3 سنوات.
يعني الشخص الذي ينتخب ويصوت عليه أنه يصبح عضو في مجلس الإدارة، يظل عضو مجلس إدارة لمدة 3 سنوات فقط، بعد ذلك يتم التصويت مرة أخرى، فإذا فاز في التصويت يظل كذلك عضو مجلس إدارة، لكن إذا لم يفز في التصويت والانتخاب خلاص لا يجوز له أن يكون عضو مجلس إدارة. الجمعية العامة العادية يجوز لها أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت. الجمعية العامة العادية، والتي سنأتي على ذكرها بعد قليل، الجمعية العامة العادية باختصار هي تجمع المساهمين، هي تجمع المساهمين من يملكون أسهم في الشركة، فيجوز لهذه الجمعية عزل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت، ويجوز للشخص الاعتباري أن يكون عضوا في المجلس على أن يحدد ممثلا له. مثلا شركة التصنيع، من الجهات التي تملك أسهم في شركة التصنيع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فهو ليس شخص طبيعي ولكن شخص اعتباري مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فيجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تكون عضوا في مجلس إدارة شركة التصنيع، ولكن لابد أن تحدد ممثلا لها، أحد موظفي الشركة يأخذ توكيل ويصبح عضو في مجلس إدارة شركة التصنيع نيابة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية. يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا وعضوا منتدبا، ويجوز نظاما أن يكون شخص واحد يجمع بين الصفتين ويجمع بين المنصبين، يعني لازم يكون في رئيس لمجلس الإدارة، ولازم في شخص يسمى العضو المنتدب. اكتب في جوجل عضو منتدب شركة سابك، عضو منتدب شركة دار الأركان، عضو منتدب شركة سبكم، وستتعرف على وظيفة هذا العضو المنتدب. العضو المنتدب ببساطة هو عضو في مجلس الإدارة، وكذلك هو كأنه هو حلقة الوصل بين مجلس الإدارة وبين كبار التنفيذيين والمديرين في الشركة، فهو يقرب وجهات النظر ما بين أعضاء مجلس الإدارة وما بين المدراء في الشركة. لابد كذلك للمجلس أن يعين سكرتير له، لابد للمجلس أن يعين سكرتير له، ولما نقول سكرتير لمجلس الإدارة هذا منصب ترى كبير جدا، فغالبا لا يكون سكرتير مجلس الإدارة أي شخص، وغالبا يكون أحد كبار التنفيذيين في الشركة، المدير المالي، مدير عام المالية مثلا كان في أحد الشركات هو سكرتير مجلس الإدارة، في شركات أخرى كان نائب الرئيس هو سكرتير مجلس الإدارة، فلا تغتر بالاسم ولا يخدعنك اسم سكرتير أنها وظيفة ذات مستوى متدني، بالعكس هي وظيفة ذات مضيفة مرموقة جدا ومسمى ذو شأن كبير. يحدد نظام الشركة اختصاصات كل من أعضاء مجلس الإدارة، فأحيانا يكون في مجلس الإدارة لجان، لجنة مالية، لجنة للاستثمار، لجنة إدارية، لجنة كذا، فالنظام الشركة يحدد اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة ويقول أنه لابد أن يكون في لجان مختصة بالطريقة الفلانية، وكذلك يحدد النظام، نظام الشركة يحدد المكافآت التي يحصلون عليها. فأعضاء مجلس الإدارة ما يشتغلون بلاش، صح هم من مؤسسي الشركة وهم أصلا يأخذون من أرباح الشركة، ولكن هذه تعتبر وظائف يأخذون ومهام يأخذون عليها مقابل، فنظام الشركة يحدد المكافآت التي يحصلون عليها، ولكن يشترط النظام القانوني لدينا في المملكة لا تزيد مكافأة العضو الواحد عن 200,000 ريال، وكذلك يعني هذا 200,000 ريال كمكافأة كذا مرة واحدة في السنة، وكل اجتماع يحضرونه كذلك يأخذون عليه بدل أو يأخذون عليه مقابل، هذا البدل أو المقابل النظام يقول إنه يجب لا يزيد عن 3,000 ريال مقابل حضور الجلسة الواحدة. ويجوز نظاما أنه يحدد فترة رئاسة رئيس مجلس الإدارة لمدة واحدة فقط، مع أنه قلنا إحنا في البداية أنه يجوز أنه يتم إعادة التعيين، يعني انتهت 3 سنوات تنتخب مرة أخرى تصبح عضو مرة أخرى في مجلس الإدارة، ولكن أحيانا لموضوع الرئيس، رئيس مجلس الإدارة قد يقول النظام أنه ما يصير أحد رئيس إلا مرة واحدة فقط، مرة واحدة في الحياة تصير رئيس، بعد كذا ما يجوز، هذا الكلام جائز نظاما، جائز نظاما.
الآن هذه كانت الهيئة الأولى أو الجهة الأولى في إدارة الشركة المساهمة، وهي مجلس الإدارة. الجهة الأخرى والمهمة جدا في عملية إدارة الشركات المساهمة هي الجمعية العامة للمساهمين. الجمعية العامة للمساهمين هي في حقيقة هي أعلى سلطة في الشركة المساهمة، وتنقسم حسب الغرض الذي تعقد لأجله إلى ثلاثة أنواع. فلدينا جمعية عامة تأسيسية، ولدينا جمعية عامة عادية، ولدينا جمعية عامة غير عادية. فالجمعية العامة التأسيسية هي التي تنعقد بعد صدور الترخيص بتأسيس الشركة، يعني بمجرد أنه نحصل على ورقة من وزارة التجارة وجميع الجهات الرسمية أنه الآن اعترفنا بشركتكم كشركة رسمية، لابد أن تعقد شركة تسمى جمعية تسمى الجمعية التأسيسية. وهذه الجمعية التأسيسية تقوم باتخاذ القرارات الأولية في الشركة. ثم لدينا الجمعية العامة العادية، هذه بعد تأسيس الشركة، وتعقد حسب النظام. مثلا هيئة سوق المال لدينا تشترط أن الشركات المساهمة المطروحة للاكتتاب العام لابد أن تعقد الجمعية العامة العادية مرة واحدة في السنة على أقل تقدير. وتضم الجمعية العامة العادية كل المساهمين، كل المساهمين، أي مساهم. الآن شركة سابك رأس مالها 6-7 مليار ريال سعودي، فعدد الأسهم فيها يتجاوز ملايين، فكل الملايين هذولا من حاملي أسهم شركة سابك هم أعضاء في الجمعية العامة العادية. ويجوز لكل شخص يمتلك 20 سهم فما أكثر أن يحضر اجتماع الجمعية. يعني لو شخص عنده سهم واحد فقط لا يجوز له الحضور، لكن لابد أن يكون عندك 20 سهم فما أكثر حتى تحضر اجتماع الجمعية العامة العادية. وتنعقد الجمعية العامة زي ما قلنا مرة واحدة على الأقل في السنة، وغالبا هذه يعني تتم عن طريق توجيه دعوة من رئيس مجلس الإدارة. هذه الدعوة يحدد فيها الزمان والمكان، وكذلك حتى الأجندة، يعني البنود التي ستتم مناقشتها في هذا الاجتماع. وهناك اشتراطات، مثلا لهيئة سوق المال لهذه الدعوة يجب أن تنشر الدعوة قبل 25 يوم على الأقل من موعد الاجتماع، ويجب أن تنشر في الوسائل الرسمية، في جريدة رسمية للدولة وفي صحف أخرى، وكذلك يجب أن ينشر إعلان الدعوة عن طريق موقع تداول، وأيضا عن طريق موقع الشركة، وكذلك عن طريق موقع هيئة سوق المال. فهناك اشتراطات عديدة، زملائكم الذين تخرجوا ويشتغلون الآن في وظائف، مثلا أخصائي علاقات مساهمين وأخصائي شؤون مساهمين أو أخصائي مستثمرين، هؤلاء مسؤولون عن ترتيب هذه الاجتماعات، اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية. فهم الذين يضعون الإعلان في موقع هيئة سوق المال وتداول، ويتواصلون مع الصحف لنشر الإعلان وغيره من الترتيبات. قلنا أنه لابد أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال أو أجندة هذا الاجتماع. لابد حسب نظام الشركات على المجلس أن يعد عن كل سنة مالية ميزانية الأرباح والخسائر، يعني هذه والتقارير تعد قبل موعد انعقاد الجمعية بستين يوم على الأقل، بستين يوم على الأقل. وهناك أصلاً اشتراطات مختلفة في موضوع الفاينانشال ستيتمنتس هذه، أو التقارير والقوائم المالية التي تعدها الشركات حسب اشتراطات الوزارة، هي وزارة التجارة والاستثمار وكذلك هيئة سوق المال. لأنه سوف نرى بعد قليل أنه بماذا تختص الجمعية العامة للمساهمين، ولماذا هي فعلا تعد هي أعلى سلطة. بداية عرفنا أن الجمعية هي التي أصلا تحد يعني تسمي أعضاء مجلس الإدارة. إذا كنت تعتقد أنه أنت مجلس الإدارة هو أقوى شيء في الشركة، طب أصلا مين يعين أعضاء مجلس الإدارة؟ الجمعية، المساهمين أنفسهم. وأخيرا نظام الشركات المنصوص عليه لدينا في الدولة يعطي لكل مساهم حق مناقشة جميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال. يعني أي شخص يمتلك 20 سهم فأكثر يحق له الحضور، ويحق له أن يسائل ويناقش ويجادل أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص ومديري الشركة الموجودين في الاجتماع. حتى يكون الاجتماع صحيحاً، حتى يكون اجتماع الجمعية العامة للمساهمين
صحيحا، لابد اللي يحضروا هذا الاجتماع من المساهمين يمثلون على الأقل 50% من رأس المال، يعني نصف رأس المال. شركة رأس مالها مليار ريال سعودي، هذه المليار ريال مقسمة إلى أسهم، لابد أنه اللي يحضروا الاجتماع يملكون أسهم مجموعها يصير نصف المليار هذه، وإلا لا يعتبر الاجتماع صحيح. فهذا يسمى النصاب، النصاب الذي يجب توافره حتى يتم اعتبار اجتماع الجمعية العامة للمساهمين اجتماعا قانونيا وصحيحا. طيب افرض انه سوينا الاجتماع وقعدنا ووجهنا الدعوات وسوينا كل شيء وجاء وقت الاجتماع وننتظر الآن وصول المساهمين، ما وصل العدد الكافي واكتشفنا انه بعد ما جمعنا عدد الأسهم الموجودة وقيمتها وجدنا انه ما يصل الى 50%، فالآن هذا الاجتماع غير قانوني وغير صحيح، ونوجه دعوة جديدة لاجتماع آخر يتم عقده بعد شهر، بعد 30 يوم، والاجتماع الثاني يعتبر صحيح بغض النظر عن عدد الأسهم التي حضرت، بغض النظر عن عدد الأسهم الممثلة التي حضرت. كيف يتم اتخاذ القرارات؟ أنا مو قلنا في جدول أعمال، من جدول الأعمال مثلا والأجندة حقت الاجتماع إنه الموافقة على القوائم المالية للشركة، إنه هذه الأرباح وهذه الخسائر، توافقون يا مساهمين ولا لديكم اعتراض؟ فيصوتون بنعم أو بلا. فعلى أساس نقول نعم تم اتخاذ قرار بالتصويت، وتصويت الأغلبية، تصويت الأغلبية يبطل نظام الشركات أي قرار يصدر من جمعيات المساهمين إذا كان مخالفا لنظام الشركات. يعني لو صوت المساهمون أعضاء الجمعية العامة العادية وغير العادية والتأسيسية للمساهمين، لو صوتوا على قرار يخالف نظام مجلس الشركات فهو يعتبر باطل. يعني احنا مو قلنا مثلا من نظام الشركات في مجلس الإدارة إنه لا تزيد مكافأتهم عن 200,000 ريال. طيب قال لك المساهمين يا أخي احنا راضين، أعطوا أعضاء مجلس الإدارة نص مليون، 500,000 ريال. حتى لو هم راضين نظام الشركات يمنع ذلك، فأي قرار اتخذوه مخالفا للنظام يعتبر باطلا. فلاحظ الآن سلطات الجمعية العامة العادية، عشان كذا قلنا هي أعلى سلطة، هي التي تعين وتعزل أعضاء مجلس الإدارة، هي التي توافق على إصدار السندات وحصص التأسيس، هي التي تعتمد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، فهي فعلا تتخذ أكثر القرارات حساسية في الشركة. الآن مع الجهة الأخيرة وهي، أو عفوا، النوع الثالث من الجمعيات وهو الجمعية العامة غير العادية. احنا قلنا لدينا جمعية تأسيسية وجمعية عامة عادية، والآن الجمعية العامة غير العادية. ليش تسمى غير عادية؟ لأنها تعقد لاتخاذ قرارات غير عادية، سميت غير عادية لأنها تعقد وتجتمع لاتخاذ قرارات فعلا تعتبر غير عادي. يعني الجمعية العامة العادية تتخذ القرارات الروتينية لكل سنة، الموافقة على الأرباح والخسائر، الميزانية، تعيين مراقبي الحسابات، مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، هذه شغلات صارت تعتبر روتينية ويتم يعني مناقشتها بشكل سنوي. إيش القرارات غير العادية؟ مثل زيادة رأس المال أو تخفيض رأس المال، فهذا لابد أن تعقد له جمعية عامة غير عادية. يعني الآن إحنا قلنا هناك في الجمعية العامة العادية لابد أن تعقد مرة في السنة، الجمعية العامة غير العادية تعقد حسب الحاجة، تعقد حسب الحاجة، والله لابد أن نوافق على زيادة رأس المال للشركة أو تخفيض رأس المال، فلابد من موافقة جمعية عامة غير عادية. ممكن يكون إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو تغيير شكل الشركة، يعني مثلا الاستثمار، او يعني نعم الاستثمار الرئيسي الذي تقوم فيه الشركه، والله احنا في البتروكيماويات راح نغير، راح نروح نستثمر في 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 المطاعم وفي الاكل وغيره، هذا لابد من موافقه المساهمين. ومع ذلك في اشياء ما تستطيع حتى الجمعيه العامه غير العاديه ان تتخذ القرارات بشانها، مثل زيادة الأعباء المالية للمساهمين، غرض الشركة، نقل المركز الرئيسي، تعديل الجنسية، حرمان المساهمين من حقوقهم. قلنا هذه شغلات أو هذه أمور لا أولا تخالف النظام، فلا يجوز لأي أحد حتى لو كان جميع المساهمين موافقين عليها لا يجوز لهم التصويت عليها، ولو صوتوا عليها يعتبر تصويتهم باطل.
وهذه الأمور تتطلب مثلا تغيير جنسية الشركة، نقل المركز الرئيسي، تتطلب أصلا إجراءات رسمية قبل عرضها على المساهمين. لابد أنك تروح وترفع طلب في الوزارة وهيئة سوق المال وشركة تداول حتى تحصل على الموافقات الرسمية بفعل هذا الأمر أولا. فنظرا لخطور دور الجمعية العمومية أو العامة غير العادية، اشترط نظام الشركات أن يمثل الحاضرون في هذه الجمعية نصف رأس المال على الأقل. يعني لو واحد سأل في البداية في الجمعية العامة العادية، قلنا نفس الشيء كذلك، أنه لابد أن يكون الحاضرين نصف رأس المال، الذين يحضرون يجب أن يمثلوا نصف رأس المال. ليش يا أخي؟ إيش الهدف من ذلك؟ لأن القرارات خطيرة، مش معقولة مساهم ولا اثنين ممكن يغيرون يعني مجرى الشركة. ولاحظوا في الجمعية العامة العادية ذكرنا أنه إذا في الاجتماع دعونا الاجتماع وما حضر 50%، نسوي اجتماع ثاني بعد 30 يوم، وأي أحد يحضر خلاص تعتبر الجمعية صحيحة. لكن الجمعية العامة غير العادية هذا الكلام لا 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 يجوز، لابد أنه يحضر 50% من رأس المال، لابد أنه اللي يحضرون يملكون أسهم لا تقل قيمتها عن نصف رأس مال الشركة. والآن كيف يتم التصويت؟ قلنا في الجمعية العامة العادية بالأغلبية، بالأغلبية محنا يعني صوت أكثر من النصف خلاص يعتبر القرار نافذ. لكن في الجمعية العامة غير العادية لازم الثلثين يوافقون على هذا القرار، اللي هو مثلا زيادة رأس المال أو تخفيضه. مش فقط الأغلبية، الثلثين، وبأغلبية ثلاثة أرباع إذا كان القرار يتعلق بزيادة أو تخفيض رأس المال، إطالة مدة الشركة، حل الشركة أو اندماجها. لاحظ ثلاثة أرباع، يعني 75% من الحاضرين للاجتماع يجب أن يوافقوا على مثل هذه القرارات، وإلا لا تعتبر نافذة. لهذا السبب وضعت هذه الاشتراطات، حتى لأن القرارات التي تتخذها تعتبر قرارات مصيرية وحساسة وخطيرة فعلا. الآن مع الهيئة الأخيرة والجهة الثالثة في إدارة الشركات المساهمة، ذكرنا مجلس الإدارة وذكرنا الجمعية العامة للمساهمين، وكانت الجمعية العامة للمساهمين فيها ثلاثة أشكال: جمعية تأسيسية وجمعية عادية وغير عادية. الآن الجهة الثالثة التي تنضم لمجلس الإدارة والجمعية هم مراقبو الحسابات، الأوديتورز، الفاينانشال أوديتورز، واللي غالبا يكونون من شركات اللي يسموها، لعلكم أخذتوها في الأكاونتينج وغيرها، شركات البيج فور، الشركات الأربعة الكبيرة على مستوى العالم في مراقبة وتدقيق الحسابات، أحيانا يسمون مدققي الحسابات، فمثل شركة إرنست أند يونغ، شركة برايس ووترهاوس كوبرز، PwC، شركة KPMG، وشركة الأخيرة الرابعة. فلدينا ممثلين لهذه الشركات وفروع لهذه الشركات هنا لدينا في المملكة، غالبا تعين الشركات المساهمة أحد هؤلاء كمدقق ومراجع ومراقب لحساباتها، وهذا أصلا من اشتراطات الوزارة ومن اشتراطات هيئة سوق المال. لابد أن يكون في جهة خارجية محايدة ليس لها علاقة بإدارة الشركة، ولكنها فقط تراقب الحسابات. الآن الشركة سوت قائمة الأرباح والخسائر، أنا كيف أضمن؟ أنا كمساهم خارجي، ماني مدير في الشركة ولا عضو في مجلس الإدارة، كيف أضمن أنه هذه فعلا صحيحة ما فيها تلاعب؟ نجيب جهة خارجية، وهذه الجهة الخارجية هم مراقبوه الحسابات، فهم أشخاص تعهد إليهم القيام بأعمال المراقبة الداخلية على الشركة عن طريق الشركاء وعن طريق الجمعية العامة. فمن مهام الجمعية العامة العادية تعيين مراقبي الحسابات، وتحدد كذلك الجمعية مكافأتهم ومدة عملهم. ما هي مهام مراقبي الحسابات؟ إيش يسوون؟ أولا لا يتدخلون في إدارة الشركة، ما لهم علاقة في إدارة الشركة نهائيا، ولا يحق له الاعتراض على أعمال مجلس الإدارة، يعني يحضر الاجتماع لكنه ما يتكلم عن, 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 عن اتخاذ القرارات في الشركة، إنما تنحصر مهمته فقط في مراجعة حسابات الشركة وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. فعشان هذا المراقب يعني يحسب الأرباح والخسائر، لابد أنه يكون له أكسس على القوائم المالية للشركة، لابد أنه يمنح حق الاطلاع على دفاتر الشركة، على حسابات الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق،
ويجوز له أنه يطلب أي مستندات أخرى حتى تتبين له الصورة. والمراقب الحسابات هذا يقدم تقرير سنوي للجمعية العامة العادية بنتائج العمل، ويشتمل هذا التقرير على حالة الشركة والميزانية المقدمة من مجلس الإدارة وأي مخالفات قد يكون كشفها هذا المراقب. ففي اجتماع الجمعية العامة العادية يتم استدعاء هذا المراقب ويقدم التقرير للجمعية، يقدم التقرير للمساهمين. والله مجلس الإدارة يقول أن الأرباح والخسائر كذا، أنا وجدت أنه فعلا حساب مجلس الإدارة للأرباح والخسائر كان صحيح، وأن المركز المالي للشركة يعتبر جيد وكذا. أو قد يقول العكس، والله وجدت أنه مجلس الإدارة كان يتلاعب، والأرباح التي يعني بلغ عنها غير صحيحة. ثم بعد ذلك يتم طلب، يتم يعني يطلب من مراقب الحسابات أنه يغادر الاجتماع طالما وافق أعضاء مجلس الجمعية. خلاص قلنا لأنه ما يتدخل في أعمال الشركة، فبمجرد ما تنتهي هذه النقطة التي تتعلق به واللي هو التعليق على حساب الأرباح والخسائر، مجلس الإدارة يقول شكرا يا مراقب الحسابات، اتفضل اطلع برا القاعة، وخلاص ويتم يعني إكمال الاجتماع. لاحظوا النقطة هذه، التفتيش على الشركة. منح النظام المساهمين الذين يمثلون على الأقل 5% من رأس المال الحق في أن يطلبوا من المحكمة أن تصدر أمرها بالتفتيش على الشركة إذا كان لديهم ما يدعو للشك في تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو حتى في تصرفات مراقبي الحسابات. يعني في مجموعة من المساهمين يملكون ما نسبته 5% من رأس مال الشركة، لديهم شكوك أنه والله مجلس الإدارة قاعد يكذب علينا، وكذلك مراقب الحسابات قاعد يكذب علينا، يقولون أنه أرباح الشركة عالية وهي في الحقيقة مش عالية، فهذا يعني يعطي صورة غير حقيقية لوضع الشركة المالي، فيقدمون طلب للمحكمة ويطلبون أنه تجي جهة ومراقبين خارجيين من الحكومة يفتشون عنها عن السجلات ويعني يكشفون أي مخالفات موجودة. الآن انتهت شركات الأموال، واللي كان فيها نوع واحد هو شركة المساهمة. الشكل الأخير والثالث للشركات التجارية هي الشركات المختلطة. وفيها شركة التوصية بالأسهم. هي شركة لها فيها فريقين من الشركاء. الفريق الأول فيه على الأقل شريك متضامن، والفريق الثاني فيه شركاء مساهمين. قلنا ما دام شريك متضامن في الفريق الأول يعني مسؤول في جميع أمواله حتى الخاصة منها عن ديون الشركة كاملة. والشركاء المساهمين يسألون فقط في ديون الشركة بنسبة مساهمتهم في رأس المال. وهؤلاء الشركاء المساهمين في شركة التوصية بالأسهم يجب أن لا يقل عددهم عن 4، ولا يسألون عن ديون الشركة زي ما قلنا إلا حسب مساهمتهم في رأس المال. إذن شركة التوصية بالأسهم، فريقان من الشركاء، فريق أول في متضامنون، شريك واحد على الأقل متضامن مسؤول بجميع أمواله عن ديون الشركة، والفريق الثاني يجب أن لا يقل عدده عن 4، وهؤلاء يساهمون في رأس مال الشركة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا حسب حصصهم من رأس المال. طيب، من هذا التعريف لدينا الخصائص. فعرفنا من الشركات السابقة أن الشريك المتضامن هو شخص مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية كاملة تضامنية، وحصصه غير قابلة للتداول، ويحق له إدارة الشركة، وأيضا يكتسب صفة التاجر. عرفنا ذلك من أنواع الشركات المختلفة. قلنا أي شريك متضامن يحق له إدارة الشركة، يكتسب صفة التاجر، ولا يجوز تداول حصته، أي لا تنتقل إلى شريك آخر، ويكون مسؤولا عن جميع ديون الشركة في جميع أمواله. الشريك المساهم كما رأينا أيضا في الشركات الأخرى لا يكتسب صفة التاجر، ولا يسأل عن ديون الشركة في أمواله كلها، ولكن فقط حسب مساهمته من رأس المال، ولكن حصته قابلة للتداول لأنها أسهم، والأسهم قابلة للتداول، ولكن أيضا لا يحق له إدارة الشركة عكس الشريك المتضامن تماما. الشركة التوصية بالأسهم بالنسبة للمساهمين، بالنسبة مو قلنا فيها شركاء مساهمين وشركاء متضامنين، ف
فهي عشان كده اسمها شركة مختلطة، فهي بالنسبة للشركاء المساهمين تعتبر شركة مساهمة أو شركة مساهمة، وبالنسبة للشركاء المتضامنين تعتبر شركة تضامن. فعشان كذا هي شركة مختلطة فيها أو تجمع بين خصائص الشركتين. النوع الثاني والأخير من أنواع الشركات، النوع الثاني من الشركات المختلطة، هو الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهذه مرت عليكم في بعض المواد الأخرى مثل الأكاونتينج، اللي هي Limited Liability Company. Limited Liability من اسمها Limited Liability، مسؤولية محدودة، فهذه الشركة تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة، مسؤولية محدودة وليس مسؤولية تضامنية. مسؤولية محدودة يعني بقدر مساهمتهم في رأس المال، بقدر مساهمتهم في رأس المال، بقدر الحصة التي ساهموا فيها برأس المال، لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50، لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50. طيب هذه شركة مختلطة صح؟ معناته تجمع بين نوعين من الشركات، تجمع بين شركات الأموال وتجمع بين شركات الأشخاص. فهذا النوع من الشركات شركة ذات مسؤولية محدودة، تلاحظنا ترى كثير في المحلات التجارية وغيرها، شركة أو شركة فلان الفلاني أو شركة كذا كذا، بعدين تحصل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو تحصل ذال حرف ذال ميم ميم، يعني ذات مسؤولية محدودة، لاحظها في يافطات المحلات التجارية. هذه الشركة تعتبر الشكل الأمثل الذي يلجأ إليه صغار المستثمرين، يعني عشان كذا لاحظ المحلات التجارية تلجأ لها، يعني الشخص اللي ما عنده رأس مال كبير ملايين الريالات يلجأ لهذا النوع من الشركات لإقامة مشروعاتهم، لأنها تحقق لهم مزايا شركات الأموال والأشخاص معا، فهم غير مسؤولون مسؤولية تضامنية يعني بالكامل عن ديون الشركة حتى في أموالهم الخاصة، وإنما فقط بقدر مساهمتهم في رأس المال. يعني أنت وزميلك وصديقك وزوجتك ومش عارف مين ساهمت برأس مال، عدد الشركاء فيها لا يزيد عن 50، كل واحد فيكم ساهم بحصة من رأس المال، وأنشأت هذه الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة، فشل هذا المشروع لسبب ما وعليكم ديون وغيره، ما نطالبكم إلا فقط بقدر مساهمتكم في رأس المال، عشان كده اسمها مسؤولية محدودة، محدودة فقط بمساهمتك في رأس المال، على عكس شركات الأشخاص والتضامن، هذه اللي مسؤول فيها عن جميع ديون الشركة بلا استثناء، وبغض النظر عن مساهمتك في رأس المال، لابد أنه أنت مسؤول عن جميع ديون الشركة. فهي لذلك يلجأ إليها صغار المستثمرين، لأنها تحقق لهم مزايا نوعين من الشركات، تذكروا هي يعني نوع من الشركات المختلطة. ولا يحظر عليهم التدخل في إدارة أعمال الشركة، فيتدخلون في إدارة أعمال الشركة، فهو مالك الشركة وشريك فيها وأيضا مدير فيها، على عكس الشركات التي ناقشناها قبل قليل، فهو غير مسؤول عن ديون الشركة كاملة، وإنما فقط بحصته في رأس المال، ويحق له إدارة الشركة، يحق له إدارة الشركة، وتحقق لهم الاستفادة. هذا النوع من الشركات تحقق للمستثمرين أو للشركاء الاستفادة من مزايا شركات المساهمة دون وجود عوائق مثل عدم توفر رأس المال المطلوب أو كون عدد المساهمين أقل من 5 أو تفادي إجراءات التأسيس الطويلة ونفقاتها الباهظة، فتعطيك نفس المميزات اللي تعطيك إياها شركات المساهمة دون المرور بهذا المشوار الطويل في تأسيس الشركات المساهمة. من خصائصها بناء على هذه التعريفات والاعتبارات التي ذكرناها محدودية عدد الشركاء، فيجب ألا يزيد عن 50، فيجب ألا يزيد عن 50، والشريك مسؤول فيها مسؤولية محدودة وليس مسؤولية تضامنية، قلنا محدودة يعني حسب مساهمته في رأس المال. يحظر الالتجاء إلى الاكتتاب العام وإصدار الأوراق المالية، احنا قلنا شركة ذات مسؤولية محدودة، فلا يجوز أن تطرح هذه الشركة للاكتتاب العام وأن تصدر أوراق مالية، يعني أن تصدر أسهم وسندات وغيره، وفيها تقييد في موضوع التنازل عن حصص الشركاء، يعني يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء وفقا لشروط عقد الشركة، وفقا لشروط عقد الشركة،
يعني على عكس شركات التضامن قلنا لا يجوز تداول، لا يجوز تداول حصة الشريك والتنازل عنها للغير، لكن هنا يجوز ذلك حسب الشروط التي نص عليها عقد الشركة. انتهت هذه المحاضرة، تكلمنا فيها عن أنواع الشركات وأشكالها المختلفة، وبهذا تنتهي الجزئية الأولى من مقرر هذا الفصل الدراسي وهو القانون التجاري. سنبدأ إن شاء الله في المحاضرات والجزئية الأخرى في المحاضرات القادمة والجزئية القادمة التحدث عن قانون العمل والعمال. شكرا لحسن استماعكم، وأتمنى التوفيق للجميع.